مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم ودايما منورنا ومشرفنا في قناتكم قناه الاهلي واستاد كوستاد الاهلي. يعني كسبنا الرجاء وخسرنا للاسف اهم لاعب في النادي الاهلي في الفتره الحاليه حسام عاشور. كل لعيبه مهمه لكن هو مسمار النادي الاهلي للاسف. ما كنتش حابب اقول او ما كنتش حابب ابدا معاكم بحاجه زي كده لانه خبر اكيد هيزعل كل جماهير النادي الاهلي، لكن ان شاء الله اللعيبه كلها رجاله ويقدروا يعني يعوضوا غياب حسام عاشور. اصابه حسام عاشور بمزق في العضله الضمه، مزق في العضله الضمه يعني هياخد وقته شويه. يعني اصابه لا على البال ولا على الخاطر، اصابه اكيد اربكت حسابات الكابتن حسام البدري. بعض الناس قالت لك كان المفروض الكابتن حسام يريح حسام عاشور ومش عارف نشرك مين، ولو كنا حصل نتيجه لا قدر الله كان المفروض يلعب حسام عاشور. يعني اصابه بقى قضاء وقدر، ربنا عايز كده. الحمد لله حسام عاشور لعيب مهم جدا جدا، شفنا قد ايه كابتن حسام بدري كان زعلان عليه. يعني حاجه اصابه يعني مش عارف، اصابه غريبه قوي، اصابه غريبه قوي، لكن الحمد لله على كل شيء. والف سلامه عليك يا نجم الاهلي حسام عاشور، وان شاء الله ترجع بسرعه وترجع احسن من الاول. دكتور خالد محمود طبيب الفريق الاول اكد ان حسام عاشور اجرى فحصا طبيا يوم الثلاثاء على قدمه، واوضح ان الفحص كشف عن اصابه حسام عاشور بمزق في العضله الضمه، مما يجعل اللاعب يغيب عن مباراه الفريق المقبله امام النجم الساحلي. وكان حسام عاشور قد تعرض للاصابه بالتمزق خلال مباراه الرجاء امس الاثنين، والذي منعه من استكمال هذا اللقاء. زي ما حضراتكم شايفين اصابه جت كده يعني من الهواء، وشايفين طبعا الكابتن حسام يعني ليه يا حسام؟ ليه تدخل عليه وليه تعمل كده وليه تتصاب؟ كلها حاجات كانت بتدور في الكابتن في دماغ الكابتن حسام بدري امبارح، لكن الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل. والف سلامه عليك تاني يا حسام عاشور. معلش انا بدات بالخبر ده علشان ما كنت عايز اقول لكم اخبار وبعدين ترجعوا تعرفوا ان حسام عاشور، يعني نعرف من الاول وخلاص. خلاص النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه المقبله بدون حسام عاشور. مران استشفائي للاعبي النادي الاهلي، لاعبي النادي الاهلي خاضوا مرانا استشفائيا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش، وكان الاهلي قد حقق الفوز امس الاثنين على نظيره فريق الرجاء باربع اهداف مقابل هدف واحد في مباراه مؤجله من الجوله الثالثه بمسابقه الدوري الممتاز. يستعد الفريق لمواجهه النجم الساحلي الاحد المقبل ان شاء الله على ملعب برج العرب في اياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. يعني خبر حلو شوية أهو. عبد الله السعيد ووليد سليمان جاهزين إن شاء الله للقاء النجم الساحلي، جهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري أكد على جاهزية عبد الله السعيد ووليد سليمان لمباراة النجم الساحلي. وتعافى السعيد من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال لقاء الذهاب أمام النجم، بينما تعافى وليد سليمان من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز. أكد البدري أن الجهاز الفني جاهز لكل الاحتمالات لأن الإصابات أمر طبيعي في كرة القدم، وعلى المدرب أن يجد بدائل للاعبين الغائبين، مشيرا إلى أن الأهلي يملك بدلاء جيدين في حالة غياب أكثر من لاعب مهم أمام النجم. كمان شريف إكرامي جاهز لمواجهة النجم الساحلي. طارق سليمان مدرب فريق النادي الأهلي لحراس المرمى قال إن شريف إكرامي جاهز لخوض مباراة النجم الساحلي يوم الأحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا. وأوضح مدرب الأهلي أن إكرامي تعرض لآلام خفيفة في العضلة الضمة خلال مباراة الاتحاد، والكشف الطبي أثبت معاناة اللاعب من الإجهاد، لذلك كان القرار بإراحته، ومن المقرر لعب مباراة الرجاء أو يعني راحته من مباراة الرجاء وإشراك محمد الشناوي. طبعا في فرق بين إجهاد في العضلة الضمة اللي تعرض له شريف إكرامي وتمزق في العضلة الضمة اللي تعرض له حسام عاشور، فرق كبير جدا. الإجهاد يعني بيحتاج 3-4 أيام بالكتير قوي قوي، لكن التمزق ده يعني حاجة صعبة قوي، حاجة صعبة قوي، والدخله بتاعت حسام ما تجيش فيها تمزق خالص. لكن الحمد لله، مش عايز اقعد بقى اتكلم ونفتكر الاصابه دي. احمد عادل عبد المنعم
هيغيب عن المران بسبب او غاب عن المران بسبب نزله برد. غاب احمد عادل عبد المنعم عن مران اليوم بسبب نزله برد. الف سلامه عليك يا ابو حميد. كابتن حسام البدري بيعقد محاضره فنيه للاعبين. عقد الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الاول محاضره فنيه قبل مران الفريق اليوم الثلاثاء، استمرت لمده 20 دقيقه. وشرح البدري خلال المحاضرة بعض الجوانب الفنية التي سيركز عليها الفريق في التدريبات قبل مباراة النجم الساحلي. أكيد حضراتكم عارفين طبعا أهمية هذه المحاضرات الفنية اللي بيعقدها المدير الفني مع اللعيبة، يبين فيها بقى هيبقى شكلنا إزاي من غير حسام عاشور، اللعيبة اللي ممكن يعتمد عليها إيه، هيبقى شكل الخطة الفنية أو الشكل العام اللي هنقابل بيه فريق النجم الساحلي. بعض يعني او معظم المدربين دلوقتي ما بيحطوش خطه يوم المباراه، الخطه بتتحط خلال الاسبوع بداوا يتمرنوا عليها يوم والتاني والتالت لغايه يوم المباراه ان شاء الله يكونوا حافظين هم هيعملوا ايه بالظبط. فاكيد المحاضرات الفنيه بتبقى مهمه جدا جدا. للنادي الاهلي قبل مباراه مهمه قوي. مباراه النجم طبعا مباراه بينتظرها كل العشاء الاهلاويه. خلاص احنا نسينا كل حاجه دلوقتي، كل تفكيرنا دلوقتي هو مباراه النجم بس. احنا قلنا خلاص السعيد وليد سليمان بينتظم في تدريبات النادي الاهلي الحمد لله. كابتن حسام البدري بيقول ان الجمهور سيكون عاملا ايجابيا في مباراه النجم. كابتن حسام البدري المدير الفني للاهلي قال ان قرار الامن بالموافقه على 50,000 مشجع سيكون عاملا ايجابيا في لقاء النجم الحاسم. اكيد 50,000 زي ما حضراتكم شايفين يعني حاجه حلوه قوي، يعني كنا 20 بقينا 30 بقينا 50 ان شاء الله الاستاد يتملى عن اخره، واحنا كنا كمان متوقعين اكتر من كده كمان بصراحه، بس يعني الحمد لله. كابتن حسام كمان قال انه بيثق في حب واخلاص جماهير الاهلي، ده شيء مفروغ منه يا كابتن حسام، ودعمها للفريق وزحفها بقوه للملعب من اجل مؤازره الفريق وتقديم الدعم والمسانده للاعبين. وتمنى البدري ان يكون التحكيم عادلا خلال لقاء برج العرب وان ان يقوم الحكم بمنح الحقوق لاصحابها. جمهور عامل مؤثر قوي، دايما بقول ان الجمهور بيطلع الحاجه اللي ما يعرفش اي حد يطلعها حتى المدير الفني. يعني مهما كان بنشوف برشلونه الماتش اللي لعبلوه ببرشلونه ميسي ويعني والرجاله كلها اللي هم ما لهمش نسخه ثانيه في العالم. شفناهم في ماتش في الدوري من غير جمهور قلنا مين دول؟ يعني انت تشوف كده تحس ان الموضوع اساسا ماتش ودي جمهور يعني ما جسد بلا روح بصراحه. ان شاء الله الاستاد يتملى عن اخره ان شاء الله. بس الجمهور طبعا اكيد انتوا عارفين يعني انا بفكركم بس مش عايزين نستعجل، احنا لسه بدري على المباراه لكن مش عايزين نستعجل على فرقتنا خالص، احنا عايزين هدف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله زي ما كنا واثقين في ربنا ان هو يفرحنا كشعب مصري من خلال المنتخب، اكيد برضه هيفرحنا هيفرح جمهور النادي الاهلي من خلال البطوله الافريقيه. احنا عايزين هدف ان شاء الله، ربنا كلنا ثقه فيه ان هو يفرحنا باكثر من هدف باذن الله. معسكر مغلق للاهلي استعدادا للنجم الساحلي. قرر الجهاز الفني للاهلي بقياده الكابتن حسام البدري الدخول في معسكر مغلق يوم الخميس المقبل بمدينه برج العرب استعدادا لمواجهه النجم الساحلي التونسي والمقرر لها الاحد المقبل باذن الله. جاء قرار الجهاز الفني حتى يصل اللاعبين الى اعلى مستوى من التركيز من اجل التاهل الى المباراه النهائيه. ويكفي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم من منذ قليل الفوز بهدف واحد للتاهل. الاهلي ان شاء الله اللعيبه اكيد حاسين بالمسؤوليه، انا بحس ان اللعيبه بتلعب الماتشات اللي فاتت دي ودماغها في مباراه النجم. ممكن حسام عاشور من كتر تفكيره ما اللي حصل ده استحاله، يعني اللي حصل لحضراتكم المنظر اللي انتوا شفتوه ده هو للاسف يعني انا بتكلم يعني هي بتفرض عليا الكلام الاصابه استحاله تكون اصابه طبيعيه، اصابه اجهاد ذهني لان دي دخله عاديه سند برجله اللي جت فيها التمزق الرجل الشمال اعتقد. فالتركيز او الاجهاد الذهني واخد من حيز اللعيبه شويه، عايزين نهدى شويه كده وان شاء الله كلنا ثقه في لعيبه الاهلي ان شاء الله تجتاز هذه المباراه وتجتاز هذه البطوله كمان وتفرح جمهور النادي الاهلي. طيب ناخد محمد سعيد مراسلنا الجميل. محمد سعيد اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي. عامل ايه؟ خير الحمد لله. الحمد لله. طمني بقى على المران بشكل فني
والدنيا كانت عامله ازاي بصفه عامه قبل ما ندخل في التفاصيل. طيب بشكل عام تقدر تقول من النهارده الكابتن حسام البدري خلاص حدد بقى الملامح المرحله القادمه وبدا يفكر في مباراه النجم الساحلي بنسبه تركيز 100%. حلو. خلاص ترقى مباريات المحليه وكان شايف ان مباراه الاتحاد ومباراه الرجاء هي افضل استعداد لمباراه النجم الساحلي ولقاء الاياب. فابتدى النهارده يحضر اللعيبه ما بين اللي شارك امبارح في مباراه الرجاء ومحتاج النهارده راحه واستشفاء، وما بين اللي شارك في مباراه امس ومحتاج النهارده يزود معدلات اللياقه البدنيه فاداله تدريب فردي في الجري حول الملعب. والمجموعه اللي كانت خارج مباراه الرجاء النهارده عمل لها تقسيمه جماعيه وكان في تدريب فني تخصصي على بعض الجمل التكتيكيه والتدريب على بعض الالعاب او يعني الجمل الفنيه اللي ممكن تشوف منها لقطات في مباراه النجم الساحلي. تمام. واللي اكد اهميه هذا التدريب ان شارك فيه عبد الله السعيد ووليد سليمان وهشام محمد. طمني على عبد الله السعيد طيب الاول كده عشان اخدك واحده واحده عشان ما نروحش بعيد، طمني على عبد الله ووليد في التمرين. طيب اولا مشاركتهم في تدريب النهارده ما ياكدش ان هم خلاص موجودين في مباراه النجم الساحلي. يعني حسن ما اتكلمت مع الدكتور خالد محمود واللي شفته في ملعب التتش النهارده هو تدريب تدريجي، يعني بينزلوا في التدريب مرحله مرحله. تمام. تمثل الشفاء بنسبه، لكن الجاهزيه الفنيه والبدنيه مش هتتضح الا على يوم السبت. النسبه كام يا محمد؟ لا مفيش نسبه واضحه، لان النهارده حتى وليد ما شاركش في التقسيمه كامله. عمل جزء بدني مع الكابتن طارق عبد العزيز والكابتن انيس الشعلالي وبعد كده شارك في التقسيمه الجماعيه. عبد الله السعيد نفس المساله. حتى مشاركتهم في التقسيمه بمراحل ومش بنفس القوه، لو يعني سلام بنسبه 100%. فالمشاركه التدريجيه وامكانيه مشاركتهم في مباراه النجم مش هتتضح الا على يوم السبت. تمام. وده يعني ده حتى الجهاز الفني بيشتغل عليه مرحله مرحله معاهم، لكن تمام. تقدر تقول انك في تفاؤل ان شاء الله يكونوا موجودين. في تفاؤل طبعا، لو عبد الله السعيد النهارده بنتكلم في الثلاث او الاربع لسه ما نزلش ملعب يبقى في صعوبه، لكن متواجد مرحله مرحله بيبقى في امل باذن الله انه يكون موجود. حلو، نكمل بقى. تمام. ده بالنسبه لعبد الله السعيد ووليد سليمان، يعتبر الاثنين الحاله واحده يعني. بالنسبه لهشام لسه مركب طبعا الجبيره او الكسر اللي كان موجود في ايده، بيشارك في التدريبات لكن برضه في تحفظ طبي على مشاركته بشكل قوي جدا في المران، لان كمان الكابتن حسام بيحذر اللاعبين للالتحامات القويه ان هم يحافظوا على بعض رغم حاله الحماس الكبير جدا جدا عند الفريق بالكامل لمباراه النجم الساحلي. شريف اكرامي اطمنك عليه، النهارده كان متواجد في المران الجماعي. شريف اكرامي جاهز لمباراه النجم ان شاء الله. اتمرن النهارده مع محمد الشناوي، هو تعذر بس وجود احمد عادل رغم ان هو حضر لملعب التتش لكن ما نزلش في المران الجماعي، يعني كان عنده رزل برد ففضلوا ان هم يريحوه النهارده واحتمال يريح بكره او ممكن ينزل بكره. تمام. اكيد يعني. تمام. ده بشكل عام حاله معظم اللعيبه اللي كانت غايبه. حسام عاشور أكد لك إن إصابة حسام عاشور يعني للأسف هتاخد حوالي أربع أسابيع شهر. لأن الأشعة أثبتت مزق في العضلة الخلفية في العضلة الضمة. وبالتالي يعني الدكتور خالد بيقول إداله يمكن النهارده حتى كتب لعاشور على بعض الأدوية والمضادات الحيوية اللي هياخدها ابتداء من النهارده، ويعني قال مبدئيا ممكن خلال أربع أسابيع بإذن الله ممكن يكون جاهز. فإصابة عاشور للأسف يعني مزق الضمة إمبارح جايه في توقيت حساس وتوقيت مهم جدا، لكن هي الظروف يعني خارجه عن اراده الجميع. فاكيد الجهاز الفني هيحضر لها خلال المرحله القادمه، لكن لو بتتكلم بقى عن تجهيز للمرحله الجايه والشكل ازاي المرحله الجايه تقدر تتكلم عن بقى تجهيز اللاعبين. ده هيبدا كله من بكره لما يكون العناصر كلها بتشارك في التمرين الجماعي، لان النهارده كان زي ما انت عارف كابتن ميدو الفرق اتقسمت لاكثر من جزء، مجموعه شاركت في مباراه امس اللي كان فيها تدريب استشفاء لوحدها، مجموعه كانت ما بتشاركش امبارح في الماتش، فبالتالي كان لها تقسيمه جماعيه. لكن بكره ان شاء الله الساعه 4:30 في التمرين المسائي هيكون كل اللاعبين متواجدين في المران خلاص والعد التنازلي لمباراه النجم الساحلي يا كابتن. يعني يا محمد ما حدش برر اصابه حسام عاشور اللي هي اصابه غريبه جدا دي، ما حدش بررها، الجهاز الفني ما بررهاش، حسام نفسه ما سمعتش منه ازاي اتصاب، كان في دماغه ان هو يتصاب الاصابه دي، الدكتور نفسه كمان الدخله يا محمد واللعبه استحاله تجيب تمزق في العضله الضم. بص يا كابتن ميدو انا اتكلمت مع عاشور قبل التمرين، اولا بس عاشور عايز اوصل رساله ان هو يعني هو مش موفق خالص ان يلعب قدام النجم الساحلي. هو بالزبط. فكرني وقال لي انا ما كنتش موجود في مباراه الذهاب. بالظبط للاسف. حتى سعد سمير كان قاعد معانا فبيقول لي هو واضح ان النجم ملوش يعني ملوش نصيب ان يشارك امام النجم، يعني حتى كان بيتكلم مع عاشور بيرفع المعنويات وقال له هو النجم ملوش نصيب ان يشارك امام النجم، يعني يعني في اشاره ان حسام عاشور طبعا احد نجوم الفريق فحظه السيء ان هو ما يشاركش في التقايم. ده سعد سمير؟ سعد سمير يعني انا حتى كنت بتكلم مع عاشور وكان موجود معانا سعد، فحتى سعد حتى يعني انت عارف ابتسام سعد دايما ليه افيهات كده ظريفه، فقال لعاشور
هو النجم ملوش نصيب ان يشارك في مباراه النجم لا في الذهاب ولا في العوده. فطلعت عاشور هو مندهش جدا من الاصابه، يعني قال لي انا حركه لا اراديه داخل بحاول اقطع كوره في وسط الملعب، لقيت سمعت تطرقعه بشكل كبير ما اعرفش اسبابها ايه، هل ارضيه الملعب النجيله الثقيله، لا يعني هي الاصابه بصراحه يعني مش مفهوم لها اي وصف خالص اي تفسير خالص خالص خالص. فعاشور نفسه هو قال لي نصيب، بدليل ان مباراه الذهاب نفس القصه بتمرن في تونس وجت اصابه، يعني منعتني ان انا اشارك وكانت كدمه، ورغم ان الكدمه دي مثلا ممكن توصل لاي تحصل معايا لعيب في التمرين لكن يقدر يشارك، لكن حصلت معايا كدمه منعتني عن ماتش الذهاب. ممكن يكون ربنا يعني مقدر لي خير في المرحله الجايه، انا مش قادر، لكن هي الاصابه بحد ذاتها هو بصراحه عاشور مندهش جدا منها وزعلان جدا جدا من اللي حصل اكيد مش عارف بقى ارضيه الملعب بحرقه لا اراديه بفتحه الرجل مثلا، انا يعني انت عارف يا كابتن ميدو انت لعيب كوره كبير وفاهم يعني الاصابات بتبقى ممكن ما تكونش بتلعب وبتشارك في التمرين ولا اي حاجه وتحصل لك اي حاجه. هو فعلا فعلا فعلا، بس انت عارف يا محمد الوقفه والدخله وكل حاجه في اللقطه اللي احنا شايفينها، احنا بنعرض اصابه حسام عاشور او اللعبه اللي اتصاب فيها وانت بتكلمني استحاله تجيب اصابه. ده اللي يعني هو الاشاعه النهارده يعني الجهاز الطبي بالامس يعني كان بيمني النفس كده ان الاشاعه ان شاء الله تثبت ان هي حاجه خفيفه. لا لا حسام عاشور اصلا ما بيقعش كده يا محمد، حسام عاشور لما بيقع اعرف ان هو هيغيب شويه. ما هو انت عارف لقبه المعروف داخل الفرقه المسمار، يعني ما يغيبش عن الفريق الا الشديد القوي او الاصابه اللي فعلا تمنعه. ربا يعني ما تعرفش الضرات النافعه الفتره الجايه ممكن يكون الهدف يعني ربنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ويكون شايل خير لعاشور باذن الله، لكن هو خلاص تاكد غيابه عن مباراه النجم الساحلي وحتى هو والله انا يعني حتى هو برغم ان غيابه متاكد عن مباراه النجم وانا معاه كان بيسال والله الجهاز الاداري والدكتور الفرقه هتسافر معسكر امتى ان شاء الله احنا رايحين اسكندريه رايحينها امتى يعني لا 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 في حاله معنويه كبيره جدا أكيد. ولو تفتكر نفس الحاله اللي شرحتها لك لو ما قلتها لك قبل مباراه الترجي التونسي وقلت لك الكابتن حسام هيفكرنا باداء امام الترجي زي اللي حصل في 2012 انا شايف نفس الثقه ونفس الحاله ونفس التحدي عند اللعيبه ان هيعمل مباراه كبيره جدا على النجم الساحلي ان هو شايف ان البطوله دي السنه دي قريبه جدا جدا من النادي الاهلي فصعب التفريط فيها خلاص وانت يا رب داخل على الرمك الاخير يا رب يا رب يا رب يعني يا محمد انت بتتابع التمرين باول في اول على طول يعني ودايما يعني الناقص بس انت تتمرن معاهم يا محمد يعني شايف مين اللي هيكون بديل لحسام عاشور؟ هي مساله غير محسومه لكن كابتن حسام في مباراه الامس لما سمعت التغييرات قال انا تغييراتي كان فيها تفكير في مباراه النجم فمن خلال تصريحات الكابتن حسام وتفكيره امبارح يعني احنا امبارح شفنا في الملعب في السلام الاول ادى يعني قام عمرو السولان يسخن عشان يبدا ينزل وبعد كده كابتن حسام يعني لا افكر في مباراه النجم فقال لا اريح السولية خوفا عليه ان لا قدر الله يتعرض لمشكله كبيره طبعا فقال يعني رامي ربيعه شارك في المركز ده من فتره وكان بيأدي فيه بشكل كبير جدا فعمل تغيير تكتيكي في الملعب دخل محمد نجيب مكان عاشور ونجيب لاعب ايوه تمام 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 ولعب رامي بجوار احمد فتحي فيمكن ده الاقرب لكن في الاول والاخر من هنا ليوم الاحد ممكن الجهاز الفني هيشوف رؤيه ثانيه هيستقر على نفس المركز ان رامي يلعب ديفندر مش عايزين نسبة الاحداث ان ممكن الجهاز الفني يفاجئنا ويفاجئ النجم الساحلي تمام وكليه تكتيك مختلف لكن من خلال الكابتن حسام لا شايفين ان هو بيفكر في اللعيبه في عنده مرونه تكتيكيه في اختيارات بعض اللعيبه في بعض المراكز فممكن ان شاء الله يكون المركز ده خاصه كمان ان احمد فتحي هيغيب فيعني نتمنى لهم التوفيق يا رب في اختيار يعني البديل المناسب في هذه المباراه. يا رب. سعد سمير نزل التمرين النهارده؟ سعد سمير من اللعيبه اللي شاركت في مباراه الامس فالنهارده جري خفيف كده جريتين حول الملعب بعد كده استخدم بقى الثلج والجلسات الاستشفاء لان واحد العناصر طبعا اللي كانت شاركت امبارح في المباراه كامله يعني نزل عادي يعني التمرين كده ولا كان ليه مطالب قبل ما ينزل؟ نعم يا كابتن كان نزل عادي التمرين ولا كان ليه مطالب؟ اصل انا يعني سامع ان سعد ليه مطالب بعد الجون اللي جابه امبارح ده قال لك لا انا ليا مطالب وليا حاجات كده. ما انا عايز اقول لك برضه هو على دكه البدلاء قبل ما ينزل التمرين كان زمايله بيتكلموا معاه فسعد قال لهم يا جماعه الجون ده مش اي حد بيجيبه يعني. ما انا عشان كده بتكلم هو نزل التمرين عادي يعني تواضع ونزل التمرين معاهم عادي؟ هو نزل التمرين عادي بس هو قال لهم الكلمتين على الدكه وخلص خرج اللي جواه قال لهم يا جماعه برضه الجون يعني مش اي حد الكره لما تنزل كده مش اي شوطه تخش يعني ما وبعدين بالراس بتيجي بالرجل بتيجي لا لا ده طلع حريف قوي محمد بصراحه يعني راموس فعلا لا لا سعد من اللعيبه المميزه جدا وبعدين برضه يعني من الافيهات اللي حصلت النهارده في التمرين وهو بيتكلم مع عاشور يعني بيقول له مثلا فرق كبيره ممكن لما يغيب عنها كريستيانو او ميسي تتاثر لكن عاشور ما فيش مشكله يعني ان شاء الله انا هعوض البديل ف
فهو دايما يعني الافيهات سعد بتضفي مزيد من وده مطلوب على فكره جوه الفرقه يا كابتن. طبعا 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 مطلوب، ربنا يكرمه ويستاهل، هو يستاهل واصلا يعني قلبه ابيض جدا. يا رب يفرحنا ان شاء الله بهدف زي كده او حتى اي هدف ان شاء الله يوم النجم باذن الله. ان شاء الله خير وربنا يوفق الفريق، ومرحله مهمه جدا، وان شاء الله جمهور الاهلي يكون العامل رقم واحد في تاهل الفريق باذن الله في المباراه دي ان شاء الله. محمد سعيد مرسلنا الجميل، شكرا جدا ليك. دي كانت يعني اخبار التمرين النهارده، كان مع محمد سعيد. تعال نتكلم على ماتش امبارح كده في نقاط بسرعه. اجايي بيسجل الهدف الثاني ليه على التوالي. اجايي انتوا عارفين اول مباراه سجل فيها، طبعا ده احصائيه عملها لي فريق السوشيال ميديا مجدي فوق، بصراحه عامل احصائيه حلوه قوي. بيسجل هدف قدام الاتحاد امبارح، وكان اول هدف سجله رسمي مع النادي الاهلي كان برضو قدام النادي الاتحاد. اجايي الثاني هدف على التوالي في هذه المسابقة. أول هدف طبعا أنا قلت له كان مع الاتحاد، وثاني هدف برضو ليه كان مع الرجاء امبارح. طيب أزارو والأسيست اللي عمله، ناس كتير قوي قالوا أن أزارو كان خايف، وناس قالوا أن أزارو عمل الصح. طيب حضراتكم حاسين إيه الإحساس اللي أنت حسيتوه؟ هو ده كان الصح، أن هو أزارو كان خايف يتعامل مع الجون، فقال أن أنا أضمن الاول ان انا ابدا اعمل حاجه ايجابيه زي ما بعمل ايجابيات. لكن خلينا يعني نرجع باللقطه شويه تاني كده يا بيبو لو سمحت. خلينا نقول لازارو مهما الناس اختلفت عليه، لا هو مهاجم، ومهاجم جاي وجاي بقوه كمان. ازارو ثانيه واحده، ازارو عمل تحرك صعب جدا، او تحرك ما بيعملوش غير فرويد، اللي هو بيروح واخد المساك ونازل بيه، اول ما ياخد خطوتين مساك ما بيلحقوش تاني، بيروح لافف هو ازارو رايح على الجول زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب الطبيعي ان ازارو يحط الكره دي جون، الطبيعي. لكن في ظل حاله النحس اللي ملازماه، لا انا اضمن ان انا اديها، ان انا كده عملت اسيست، وان شاء الله اللي بعد كده اجيب انا جول. حتى الكره اللي جات له بدماغه، معلش يعني يا جماعه انا عارف، لكن ازارو مهاجم متميز، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله جاي. حتى هو يعني الناس كانت بتترجم بيقولوا لا مؤمن، بيقول له كنت حطها انت، الكلام ده ما حصلش اصلا، مؤمن ما قالوش كده. يعني هو ازارو بينعي حظه، ازارو عايز يعمل حاجه اللي هي الجول، بيعمل كل حاجه ناقصه الجول. ان شاء الله ان شاء الله كل استوديو هقول ان شاء الله ازارو يجيبه، ان شاء الله هيجيب. لكن اسيست حلو قوي، يعني بنشوف الكلام ده في برشلونه، بنشوفه. لكن الطبيعي ان ازارو كان يحطها جول، هو عمل اللي هو المضمون قوي اللي ما حدش ينتقدني عليه. ممكن احطها بقى تيجي في الجون، تيجي في ايد الجون، تيجي في العارضه، فانا احطها لاجاي يجيب جول، وانا كده ابقى عملت اسيست، اخد ثقه في نفسي شويه، وان شاء الله احط جوال بعد كده. مؤمن زكريا بيسجل الهدف الاول ليه في الدوري، برضو دي احصائيه. سعد سمير برضو اول هدف ليه في الدوري السنه دي بتكلم. الاهلي سجل 7 اهداف بست لاعبين، دي حاجه حلوه قوي يا جماعه، يعني ان انا اسجل 7 اهداف بست لاعبين مختلفين دي حاجه حلوه قوي. سجلنا في طلائع الجيش احمد الشيخ، سجلنا في الاتحاد باجاييه وحسين السيد، ادي 3 لاعبين. سجلنا في الرجاء باحمد فتحي جديد عليهم، مؤمن زكريا جديد عليهم، بقى كده 5 لاعبين. اجاي للمره الثانيه وسعد سمير، يبقى كده 6 لاعبين سجلوا، منهم سعد سمير مدافع، منهم احمد فتحي مدافع، منهم حسين السيد مدافع، في حاجه حلوه، 3 مدافعين بيسجلوا 3 اهداف من 7 اهداف. يعني ده دليل ان في حاجه كويسه قوي. احمد فتحي هو بيحب يلعب ديفندر، بيعرف يسدد كويس قوي، بيجري كويس قوي، بيلاقي له متنفس ليه، لان انت عارفين الناحيه اليمين او الناحيه الشمال بيبقى ليها حدود، يعني بيبقى ليها خط. لكن نص الملعب بجري، بروح يمين شمال، بغطي، بدافع، بهاجم، بشوط، بقطع. احمد فتحي دايما بيجيب اجوال وهو بيلعب ديفندر. يعني بنفكر بس الناس، شفنا شوط، شفنا فيه تعليمات بالشوط، ان شاء الله يبقى حل من الحلول. وان كان طبعا احمد فتحي هيغيب عن لقاء النجم الساحلي. صالح جمعه لعب 60 دقيقه ولا اروع من كده، معلم. يا رب يا صالح تفضل كده معلم، وتفضل صالح وجمعه ان شاء الله. دي كانت اهم الاخبار بتاعتنا، واهم النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها، اهم النقاط بتاعت ماتش امبارح. قلنا كسبنا وخسرنا حسام عاشور، ان شاء الله الاهلي قادر يعوض. معانا اسئله كتير جدا الناس سالاها، هنتكلم فيها مع ضيوفنا الكرام، الكابتن شريف عبد المنعم نجم الاهلي ونجم مصر، كابتن ضياء عبد الصمد نجم مصر، هيشرفوني بعد الفاصل.